كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة النهاردة عن مسلسل مسار إجباري وعن الموضوعات الكتير اللي بيناقشها المسلسل، من ضمنها طبعا موضوع السوشيال ميديا وتأثيرها السلبي على الصحة النفسية للشباب وكمان على الروابط الأسرية. بصراحة فقرتنا دلوقتي هنتكلم بشكل مفصل عن مخاطر السوشيال ميديا وإزاي نتجنب أي تأثير سلبي ليها، خصوصا أنها بقت جزء من حياتنا اليومية. يمكن بنتكلم في الموضوع ده طول الوقت وبنقول أن السوشيال ميديا بقت جزء أساسي، كلنا ماسكين موبايلاتنا، كلنا فاتحين وسائل التواصل الاجتماعي. إزاي نقلل من تأثير السوشيال ميديا ومخاطر السوشيال ميديا علينا وعلى أسرتنا؟ ده اللي هتكلمنا فيه ضيفتنا النهاردة دكتورة رندا الطحان، أخصائي الصحة النفسية. صباح الخير، إزيك يا دكتورة؟ صباح الوجد. صباح الخير عليك. صباح الوجد عليكم. يعني السوشيال ميديا جزء في حياتنا كلنا، مش هننظر على حد نقول احنا بنستخدم اقل او اكتر، لا كلنا بنستخدمه، لكن بعض الناس واخده الموضوع بشكل شويه هستيريا، في هستيريا السوشيال ميديا دلوقتي. صح. ازاي نقلل استخداماتنا او ازاي تاثير السوشيال ميديا ما يبقاش بالشكل الكبير ده على الصحه النفسيه للشخص؟ طيب خلينا نقول ان يعني السوشيال ميديا دلوقتي بقى ليها تاثير سلبي اكتر من التاثير الايجابي، وده بنسبه كبيره جدا لانها ادت الى زياده الاصابه بالاكتئاب، القلق والتوتر. ان احنا ساعات بنلاقي ناس عندها الهوس، وفي ناس بتصاب باضطراب الوسواس القهري نتيجه استخدام السوشيال ميديا. طيب يعني ايه؟ يعني هقول لك في حاجه خلينا نتكلم عنها النهارده، هي اسمها متلازمه فومو. المتلازمه دي هي اصلا حاله ادمانيه سلوكيه، يعني هي عباره ان الشخص دلوقتي بيبقى خايف طول الوقت ان الاحداث تفوته. ايوه بالظبط كده. يعني ان هو دلوقتي عنده مشكله ان يبقى في حدث يفوته في الوقت الحالي، فيبدا على طول بشكل اجباري واضطراري ان هو يراقب موبايله 24 ساعه، حتى لو هو ممكن يطبق، ممكن يحس ان هو نايم ولسه حاسس انه بيستخدم الموبايل وبيسمع صوت النافيكيشن مثلا دلوقتي، ان هو هيبص عليها هيشوف ايه الابديت بتاع الاشعارات بتاعته على السوشيال ميديا. ده كله بيخلي الناس في حاله من القلق والتوتر. طيب ايه الدوافع النفسيه اللي بتخلي الناس تصاب بالمتلازمه دي؟ اول حاجه ان الناس دي اصلا ناس معرضه للقلق، يعني هم سمات شخصيتهم قلقه جدا. الناس دي بتفضل طول الوقت حاسة ان هي عندها مشكلة، ما بتحسش بالامان، في خطر وفي تهديد على طول محاصرهم. فعلشان يهدى القلق والتوتر ده بيحسوا دايما ان هم عايزين يسبقوا بالاحداث او يبقوا في وضع الاستعداد. تاني حاجة ان بيبقى في ناس اوريدي برضو، الناس دي بتبقى مصابة بالصدمة، يعني تعرضوا لصدمة نفسية او صدمة عصبية قبل كده، فالعقل طبعا بيمنهج ان انا علشان ما اكررش الصدمه دي فباخد احتياطي بان انا برضو اتابع المستجدات الموجوده على السوشيال ميديا عشان مش عايز اقع في الصدمه دي، مش عايز الاقي حدث جديد يخوفني. ايه طبيعه المستجدات اللي ممكن تخلي حد قاعد قلقان ان هو ما عرفهاش؟ زي مثلا هقول لك مراقبه الناس، اقل حاجه ممكن نشوفها تافهه، يعني حد بيراقب المجتمع بتاعه، صحابه واهله، يشوف الابديت بتاعهم على طول، ده في حد ذاته بيحس ان هو لو ما عرفوش بيصاب بصدمه. يعني اللايك او الكومنت مثلا، لا الاحداث. يعني مثلا خطوبه فلانه، فرح فلان، مين حصل حدث حاجه، حدث ما ايفنت معين ممكن بالظبط، في حدث وفاه، حدث سير، في ناس تشاؤميه، يعني دايما اصلا بتستخدم زي مثلا وسائل التواصل زي الفيسبوك، بتقول لك ايه انا على طول كل البيج بتاعتي او الاكونت حوادث، كله حوادث. فعلى طول ده قلقان، بيبقى عايز يدخل يشوف النهارده ايه اللي حصل، خايف يكون حد من قرايبه مسه ضرر، حد مثلا حصل له حادثه، فبيبدا يشيك على طول علشان يشوف ده فيمنع حدوث الصدمه عليه، او بيحس ان هو بيتهيأ لها. وده طبعا غلط، هو بالعكس هو مصاب بالقلق وهو مش حاسس، هو بيخاف نتيجه تعرضه لصدمه سابقه قبل كده. فالناس اللي زي دي بتبقى عرضة ان هي تصاب باضطراب الوسواس القهري بدرجة من الدرجات، او تصاب بالهوس اللي احنا اتكلمنا عليه. طب الهوس ده بقى اللي بيؤدي الى اضطراب المزاج، ان تلاقي الشخص اصلا اوت اوف مود على طول، مش مرتاح، محبط، مش راضي عن نفسه، مش راضي عن المجتمع، هو دايما حاسس ان هو لا قابل نفسه ولا قابل المجتمع، عنده افكار سلبيه كتير، افكار سوداويه، وده طبعا اللي بيزود معدل الاحباط والياس. هو ما عادش عنده قدره ان هو يعمل اي حاجه في الحياه،
هو حاسس طول الوقت انه بيقارن نفسه من خلال شاشه بالناس، مفيش خلاص محيط تاني، مفيش حياه او محيط مادي هو بيتعامل بيه. هو بيقيم نفسه طول الوقت من خلال الموبايل، بيقيم حياته، بيقيم تعامله مع اسرته، بيقيم وضعه المادي، بيقيم وضعه الاجتماعي، بيقيم وضعه النفسي. الناس حتى بتقيم مودها بالمقارنه بناس ثانيه. فدي كارثه ان انا دلوقتي بعد على السوشيال ميديا هي اللي بتقيمني، هي اللي بتخليني يبقى عندي الصوره الذاتيه عن نفسي عامله ايه. يعني احنا النهارده المشكله كمان مش في الشخص اليوزر اللي هو او الانفلونسر زي ما بيقولوا اللي بيستخدم السوشيال ميديا، لا كمان الشخص اللي بيراقب النهارده عنده مشكله كمان ممكن طبعا تاثر عليه. ما هو اللي بيراقب ده عنده هوس. هو اللي بيراقب قاعد حتى لو في ميتنج، لو في حدث مهم، هو بيفتح الموبايل عشان يشوف ايه الجديد عشان ما يفوتوش. لا ميتنج جديد ده، دي حاجه بسيطه، ده هو سايق ماسك الموبايل وهو بياكل ماسك الموبايل، في الحمام ماسك الموبايل، في الصلاه ماسك، يعني قاعد مستني الصلاه، بشوف ناس في صلاه التراويح دلوقتي ماسكين الموبايل ما بين كل ركعتين عشان يبص على الفيسبوك والواتساب. وفي العمره الناس بتعمل العمره وفاتحين لايف. لايف شفناها. لا يعني دي قمه المهزله برضو. ما هو دلوقتي ما عادش فيه احترام، لا شعائر ولا طقوس ولا الحياه الشخصيه بتاعتك ولا احترام للخصوصيه. هو طول الوقت الناس بتدور ازاي احنا نبقى عندنا متابعين، ازاي ما تاثرش علاقتي الاجتماعيه مع الناس ان انا اعمل لهم لايكس، ان انا اعمل كومنت، ان انا ادخل اتابعهم على طول، لان ده بيحسسهم بالامان. انا اعرف وده امان مزيف. واحده صاحبتي بجد يا رب ما تبقاش سامعين هي بتزعل لو ما عملتلهاش لايك على ستوري، مش على البوست. يعني انت لو شفتي الستوري ما عملتلهاش لايك، يعني للدرجه دي الناس مركزه. يعني فاهمه قصدي؟ ده ادمان اوبسيسيف. يعني مع ان كتير قوي الموبايل مثلا ساعات هو الموبايل اصلا بيقلب لوحده، فيعني هي قاعده مراقبه. هي دي بقى المتلازمه اللي احنا بنتكلم عنها. دي بقى اللي هي الفومو، دي مهمه، ان انا خايفه يفوتني حدث. دي حاله مرضيه. ده ادمان سلوكي. انا ببقى دلوقتي ماسكه الموبايل بشكل هستيري جدا. قد يكون ان هي ممكن تزعل بعد لما هي مثلا انت ما عملتلهاش لايك، تزعل منك وتاخد موقف وتبدا تحس ان هي محبطه ممكن بس عشان انت ما عملتيش لايك. طيب احنا كنا قبل الفقره بتتكلمي عن الطبقات الاجتماعيه واستخدامها للوسائل التواصل الاجتماعي. مظبوط. يعني مثلا دلوقتي احنا نتيجه الربح السريع والكسب السريع، فبقت في تصنيف للسوشيال ميديا او للمنصات التواصل. بمعنى ان دلوقتي بيشوفوا اعلى منصه ربحيه ايه، علشان دي اللي بتخلي المراهقين والشباب ان هم بيستخدموها اكتر فبيتجهوا ليها. زي مثلا عندنا منصه التيك توك، بعد كده انستجرام، بعد كده فيسبوك، بعد كده تويتر، يوتيوب خلاص بقى تلاشى، ما عادش الناس عندها وقت ان هي تشوف فيديو طويل. الناس عايزه الحاجات القصيره، الفيديو اللي ما يزيدش عن دقيقه، وده بنشوفه على التيك توك. والتيك توك ده يعني طبيعي هو منصه ربحيه من المقام الاول بالذات عندنا في مصر، فعشان كده الطبقات الشعبيه اكتر استخدام على التيك توك اكتر من الفيسبوك واكتر من الانستجرام. الانستجرام بقى الطبقه يعني ايه الراقيه شويه، اللي هم مش مستنيين، هم مستنيين بس ان هم يشوفوا الفولورز كتير، ان هم يبينوا حياتهم، ان في حتى شكل معين للانستجرام الناس بتحاول ان هي توصل له عشان تحس ان هي في ليفل تاني. بيسعوا دايما المقارنه ان مين شكل الاكونت بتاعه احسن من التاني، عكس التيك توك مسطره يعني. دي حقيقه زي الكراسه بتاعت زمان دي. والله دي حياه فيك تماما. عن الانستجرام كمان ان مين شكل الاكونت احسن، ان مين بيتصور زي ما كنا بنتكلم برضو قبل ما نبدا الحلقه، ان مين بيتصور بيروح اماكن معينه عشان يخلي شكل الاكونت بتاعه حلو، ان هو شخص بيلف بلاد العالم، بيروح كل مكان، بينزل مخصوص، بيسافر مخصوص، حد كده شغال رحاله بس عشان الناس. ده برضو عنده اضطراب نفسي. طبعا، لان هو مقيم حياته بناء على ايه؟ مقيم حياته بناء على ايه برضو؟ على عدد الفولورز وتعليقات الناس. ده اصلا في حد ذاته بيملاه، بيحسسه دايما ان هو ايه، شخص سعيد، الدوبامين بيبدا يزيد عنده. بس في حين ان هو يلاقي مثلا ان الريتش بتاعه قل، او الناس ما ابتدتش ان هي تديله نفس القوه من اللايكس او الكومنتس اللي هو بيستناها، بيحس بالاحباط على طول. فاللي احنا قلناه هنا اللي بنسميه الاضطراب المزاجي، ان مزاجه
ممكن بناء على الناس يبدا ان هو يتغير في ثانيه. فده شخص مصاب بالاحباط، هو شخص مزيف، هو ما حطش مصادر تانية للسعاده. يعني هو في الحقيقي هو ما تواصلش مع الناس اجتماعيا مثلا. ده كمان ممكن يدفعه اكتر، يعني لو وصل لمرحله ان هو ما بقاش يجيله بقى تعليقات وكده ممكن ما يحبطش، ممكن يصل لمرحله انه يعمل فيديوهات يعني جريئه اكتر. طبعا يعني ممكن يدفعه يعني طبعاً. خلاص الناس اتعودت مثلا على شكلي وانا بقدم الفيديوهات دي، لا ده انا هطلع اعمل كفته مش عارف في البيت، في البيت في البوتاجاز وانا قاعد مثلا على السرير. بالظبط، ما الناس دلوقتي بقت تبص ان ايه الفكره اللي تبقى مختلفه وشاذه عن معايير المجتمع واعملها علشان تجيب لي ربح. مش هقول لك بس فولورز، ربح. انا عايز اعمل فكره منافيه لمعايير المجتمع. لا هو في ناس اصلا ما بتشتغلش فعلا غير كده، يعني ناس هم ايوه ما عندهاش شغل الصبح، ما بتقومش من نومها عشان تنزل تروح تشوف اكل عيشها. هم شغلهم يعني بنات كتيره، يمكن مش هتكلم كمان على اولاد وولاد، بيصحوا قدام الرينج لايت والموبايل وبيصوروا ايا كان. انا مش ضد المحتوى عامه، انا مش ضد المحتوى الهادف، يعني لما في ناس كتيره بتقدم محتوى ايجابي جدا، تعليمي، في معلومات مهمه اقدر ان انا استفيد بيها من على السوشيال ميديا، حتى على مستوى ازاي تهتم بفاينانسز البيت او ازاي تشوف مصروف البيت ازاي تصرفه مثلا. يعني في محتوى بيبقى تعليمي كويس قوي، لكن في كمان محتوى غير هادف بالمره. بتشوف كتير على تيك توك مثلا ناس فاتحه لايف وقاعده قدامها وبعت لي مش عارفه ايه، وبعت لي وبعتوا لي يا جماعه مش عارفه ايه، وردة وقلب واسد وتاج وما وكلام غريب كده. ف يعني البنات والمراهقين بالذات هم اكتر فئه بتتعرض للاحباط النفسي من السوشيال ميديا، صح ولا ايه؟ ده حقيقي طبعا، لان هم بيبقى عندهم امال وطموحات عاليه جدا من استخدامهم للسوشيال ميديا. هم يعني زي مثلا احنا شفنا مسلسلات رمضان السنه دي، فهي كانت بتعرض الظاهره دي، واحنا شفنا اكتر من مسلسل بصراحه اتكلم عن الموضوع ده، فحكاه بشكل يعني كان واقعي 100%. ان هم دلوقتي بقوا ممكن بيعملوا اي حاجه ترندي، حتى لو هيمسوا بخصوصيه الاهل، البيت، بستر البيت، بان انا مثلا ممكن اخلي حياتي مشاع. عادي، هم اصلا دلوقتي بيحسوا ان مفيش عادات وتقاليد او شكل اطار نقدر ان احنا نتعامل فيه في السوشيال ميديا. ده كل ما احنا عملنا الحياه بقت عامه جدا، كل ما الموضوع ابتدى يجيب لايكات اكتر خلاص يعني هم عايزين يحسوا طول الوقت ان هم بيعملوا حاجات مختلفه وحاجات جديده. ده على اساس ان ده محتوى، هو اصلا مش محتوى. كل واحد دلوقتي بيتعامل على السوشيال ميديا ان ازاي انت هتقدم حياتك للناس. شكل حياتك ايه للناس؟ شكل خصوصياتك ايه؟ انت مالكش خصوصيه، والناس بعد كده تبدا تتنمر عليهم فيصابوا بالاحباط. وعلى فكره ناس كتير جدا من مستخدمي السوشيال ميديا هما بيصابوا بالاحباط لدرجه ان هما بيوصلوا لافكار انتحاريه. وبالفعل كانوا بيهددوا قدام وسائل التواصل، بيفتحوا لايف وبيتكلموا ان هم عندهم افكار انتحاريه دلوقتي، عايزين ان هم يموتوا نفسهم مثلا. فده بيحصل كتير. فانا شايفه ان احنا المفروض نحد يعني من الموضوع ده على قد ما نقدر، يعني لان الموضوع زاد جدا من الاصابه بالاكتئاب والامراض النفسيه والتوتر والقلق، وان الناس ما بقتش راضيه حتى عن شكلها. اللي هو اضطراب تشوه الجسد، اللي هو تحس ان انت فيك عيب والناس مش واخده بالها، بس انت اللي شايفه، لان انت بتقارن نفسك بصوره حد تاني. فالناس بقت بتيجي العيادات النفسيه جايبه صوره حد وجايبه صورتها تقول لك انا عندي عيب في كذا، انت لو بصيت لي كده انا عندي مشكله، ده شبهي بس ما عندوش نفس المشكله دي مثلا من البروفايل. هوس. طيب لو احنا اتفقنا خلاص انه ده اضطراب نفسي بالنسبه للناس كمان اللي قلنا ان هم ايه كل مره بيزودوا شويه في الفيديوهات اللي بيعملوها، طيب هم انت قلتي ان هدفهم هو الربح. الربح بيجي من نسب المشاهده. اكيد. فنسب المشاهده دي معنى كده ان ال 2 مليون ولا ال 3 مليون اللي شافوا المحتوى الشاذ عن قيم وتقاليد المجتمع هم كمان عندهم اضطراب نفسي؟ ده اكيد. ليه بقى؟ انت بتستفز من جواك. ما هقول لك على حاجه، احنا ليه ساعات ايوه احنا كنا بنتكلم يمكن قبل الفقره على طول، ايه اللي بيخلينا نتفرج على ناس معينه؟ اكيد عندنا اضطراب يعني. ايه اللي بيخلينا نتفرج على حاجه انا مش حباها يعني مضايقاني؟ بالظبط. احنا هنلاقي نفسنا ان احنا عاملين فولو لناس احنا نفسنا مش طايقينهم، مش حابينهم.
احنا بنفسنا مش شايفين. طب ولو بيطلعوا لي لو بيطلعوا لك خلاص علشان هم اوريدي ترند فبيطلعوا لك طبيعي جدا. دلوقتي طبعا احنا عارفين الذكاء الاصطناعي او حتى بتتكلمي وانت فاتحه الداتا اوريدي بتتكلمي عن حد معين هتلاقيه طالع لك عادي على الموبايل بتاعك. ففكره ان احنا ليه بنشوف الناس دي هو ان انت لما بتشوفي محتوى بيستفزك الادرينالين عندك بيعلى زي بالظبط فيلم رعب، انت بتخافي بس بنتفرج لحد نهايه الفيلم وبنحس دايما برعب وان في حاجات كده سسبنس فانا بيزيد الادرينالين فبيبقى عندي اثاره اكتر. فالناس اللي احنا بنشوفها المستفزين هم بيزودوا عندنا الادرينالين فبتبقى عندنا رغبه اعلى ان احنا نكمل ونشوف هم بيوصلوا لايه. ده هي بتقول كلمه وبتضايقني، ده هي طريقتها بتضايقني بس انا حابه اتفرج عليها، اخرها ايه؟ هتعمل ايه؟ بيبقى دايما عندك فضول للمحتوى المستفز. ده طبيعه البني ادم لان هو يا اما بيكون مغامر يا اما بيهرب. طيب بس فانت بتغامري بالمحتوى اللي انت ساعات بتتفرجي عليه. اتكلمتي عن فكره الدراما وانه مسلسلات كتيره ناقشت السوشيال ميديا السنه دي، يمكن مسلسل ناقش الموضوع ده بشكل مفصل كان مسار اجباري. رايك ايه في تركيز المسلسل على تاثيرات السوشيال ميديا على الصحه النفسيه؟ طبعا المسلسل يعني قد ايه مهمه الدراما كمان ان هي تركز على ده جدا. الدراما هي بتحاكي المجتمع او بتحاكي الواقع، بتنقله بصوره دراميه تماما. فطبيعي جدا ان احنا لما نيجي نشوف المسلسل ده هو بينقل لنا ان ازاي المراهقين بيتعاملوا مع السوشيال ميديا. فلقينا ان في يعني سلاح ذو حدين شغالين معاه، واحد هو شايف ان السوشيال ميديا دي حياته وما بيعرفش ان هو يفصل عنها، وجزء تاني ان هما الاثنين الاخوات برضه بيبقوا بيستخدموها عشان يوصلوا للقضيه او مين اللي قتل والدهم. فالموضوع داخل في شقين، شق والاكثر ان هو استخدام السلبي نظام الهاكينج وان انا استعين بهاكر علشان هو اللي هيوصلني، وان هم بقوا حاسين ان مفيش حد هيوصلهم للحاجه اللي هم عايزينها بشكل اسرع غير موضوع الهاك. فبيستعينوا بالشباب دي وبفعلا علشان هم عارفين ان الموضوع ده خطر جدا وان الموضوع ده منافي للمجتمع والقانون، فبيبداوا ان هم يجيبوا الشخص الهاكر ده في مكان مش معروف، يبداوا ان هم يقعدوا معاه ويامنوه ويقعدوا ان هم يبداوا ايه يتلصصوا او يتنصتوا على الناس عشان يجيبوا معلومات. فطبيعي ده استخدام السوشيال ميديا استخدام خاطئ وطبيعي ان هو مش صح، بس هم عندهم اعتقاد ايه؟ ان السوشيال ميديا اسرع هتجيب المعلومات بشكل اسرع جدا، فيستعينوا بالشخص اللي هو الهاكر اللي هيعرف يوصلهم ده، عكس ما يمشوا في اجراءات قانونيه مش هيعرفوا ان هم يوصلوا غير بعد فتره معينه يكون القضيه مثلا اخذت وقت. فبقى دماغ المراهقين بسبب الاندفاعيه والتسرع ما بيروحوش ان هم يكونوا ملتزمين بقانون معين او بشكل معين او بستبس معينه ان هي توصلهم لنتيجه بصوره او بطريقه مثلا تكون عايزه اقول لك ان هي طريقه امنه. فممكن ان هم يغامروا لدرجه ان فعلا في المسلسل حتى الحلقه الاخيره هو غامر وراح للشخص ده والبطاقه بتاعته وقعت، المحفظه بتاعته وقعت، فاللي هو مش عارف هيعمل ايه لو المحفظه دي اتمسكت، وهيعرفوا كده ان هو اللي قتل الشخص اللي كان في البيت، حوار كده حصل في الحلقه الاخيره. فانا عايزه اقول لك ان هم بقوا بيشغلوا عقلهم في دفاعيه زياده جدا او الاندفاع سوري زياده جدا، المخاطره زياده جدا، مفيش وسيله خالص ان هم يتروا او ان هم يستعينوا بناس اكبر منهم او يستعينوا بالقضاء او بالقانون، محدش بيلجا لحاجه زي كده من المراهقين، فمتسرعين فبيستخدموا بناء على التسرع السوشيال ميديا على اساس ان هي اقل وقت واقل مجهود وهيوصلوا لنتيجه. طيب ده اندفاع الشباب او المراهقين، الناس الكبيره شويه هل تاثير السوشيال ميديا عليهم وعلى صحتهم النفسيه بيكون زي وزي المراهقين؟ اه ولا بس اقل شويه بما انه قادر يتحكم بقى شويه؟ لا المراهقين بيبقى اعلى. يعني مثلا بتلاقي الناس الكبيره هي بتستخدم برنامج واحد. يعني احنا بنقسمهم كده كاتيجوريز، مثلا ان بتلاقي ان المراهقين بيستخدموا زي ما قلنا التيك توك انستجرام في الاخر خالص فيسبوك. الناس الكبيره بتستخدم الفيسبوك اكتر.
اللي هو نظام المعايدات المباركات، ان احنا نكلم صحابنا هنبعت ليهم مثلا تهنئه او كده. صباح الخير والحاجات دي. هم بيحبوا يلتزموا بالحته دي على اساس ان دي بتعزز الرابط الاجتماعي شويه او بتقوي العلاقات الاجتماعيه ما بينهم. فاحنا حتى نيجي نشوف ان حسب كان في التقرير الرقمي الدولي سنة 2023 قالوا ان نسبة استخدام الذكور كانت 60% مقارنة بالاناث 39% للسوشيال ميديا. فاحنا لقينا ان الرجالة ده طبعا من متوسط اعمار من 16 لحوالي 64 سنة. مش فاضيين احنا بنشتغل وبنربي عيال وكده. بالظبط يعني. لا الستات فعلا مشغولين حاجات كتير يعني. بالظبط عكس الرجاله، يعني الرجاله بتبقى عايزه تضيع وقتها على طول على السوشيال ميديا. الست بتمالتي تاسك عكس الراجل. الراجل ما بيعرفش يكون مالتي تاسك، احنا اتكلمنا في الموضوع ده مثلا قبل كده برضه. حصل مشكله عادي جدا. اتكلم فيه تاني عادي. عادي جدا. فالست تقدر تعمل كذا حاجه، بتبقى مشغوله جدا وبعدين هي متفانيه جدا في العمل، يعني بجد لازم بتعمل حاجه تديها حقها فبتاخد منها وقت ومجهود كتير عكس الراجل. تمام. طيب اخيرا بقى نصايح للشباب والمراهقين. اول حاجه نعمل سوشيال ميديا ديتوكس. يعني نحاول ليه؟ لان الموضوع فعلا ابتدى يعني يفرط مننا زي ما بنقول وكبر قوي، لان احنا فعلا بنصاب بالاحباط بشكل مش طبيعي، بنبعد عن حياتنا. خلينا نعيش في المجتمع بتاعنا، المجتمع المادي الحقيقي الواقعي، مش على العالم الافتراضي اللي احنا بنعيشه على السوشيال ميديا. خلينا نقرب من الناس اللي احنا بنحبهم ونتكلم معاهم، لان ده بيفيد الصحه العقليه. احنا بنخاطب عقول، بنخاطب كلام، عبروا باللغه، لغات الحب كتير. انا دلوقتي عايزه مثلا احس ان انا مقبوله اجتماعيا، فلازم ان انا اتواصل اجتماعيا مع الناس عشان يزيد هرمون الاوكسيتوسين اللي هو هرمون الحب اللي بيجي من خلال تعزيز الروابط الاجتماعيه او ان احنا نقعد نتكلم مع بعض. فخلينا الاول نركز على البيئه المحيطه بتاعتنا، نفصل شويه الموبايل ونبص على الدنيا اللي حوالينا، نشوف الناس، نشوف البيئه اللي حوالينا، نركز على مشاكلنا واهتماماتنا واهدافنا، لان فعلا الناس بتصاب بالاحباط نتيجه انها ما بتحققش اهدافها بسبب الانغماس في السوشيال ميديا. مهم جدا السوشيال ميديا دي توكس كل وقت، من كل وقت للتاني نحط الموبايل، نمسح الابلكيشنز دي من عندنا او دي اكتيفيت لفتره معينه وبعدين نرجع تاني، مفيش مشكله، بس نبقى خرجنا النوع ده لانه في الحقيقه هو نوع من انواع الادمان. بنشكرك دكتوره رندا الطحان اخصائي الصحه النفسيه. شكرا. كل الشكر ليكي. شكرا ليكي، نورتين. شكرا ليكي جدا. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا.